وتأتي هذه الحادثة كامتداد لسلسلة من الاعتداءات القطرية على إقليم مملكة البحرين، ويتقدمها العدوان العسكري القطري على ضحى الديب العام 1986. التقرير التالي يسلط الضوء على وقائع هذا الاعتداء الغاشم. منذ عقود مضت اختارت قطر لنفسها طريقا غير ذلك الطريق الذي تسلكه دولة طبيعية، فهي دائما ما تنظر للطرق المعاكسة لأي اتجاه إيجابي محليا كان أم إقليميا على أنها الطرق القويمة نحو تحقيق المصالح، طرق لم تخلو من صنوف العدائية والبغض والإساءة وتأجيج الفتن، مراهقة لا حد لها تعكسها أحداث إقليمية مؤسفة تسببت بها قطر بشكل مدبر وممنهج دون مراعاة للمبادئ والقوانين الدولية، ومنها حادثة الاعتداء على فشت الديبل التي لم تغب عن ذاكرة الكثيرين حتى اليوم. العدوان القطري العسكري الغاشم على فشت الديبل كان صدمة بالنسبة لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، حيث لم يسبق وأن اعتدت دولة خليجية على دولة خليجية أخرى، بل إن هذا العدوان ينافي جل المبادئ والاتفاقات والمنطلقات والأسس التي بنيت عليها المنظومة الخليجية الجامعة. جريمة غدر نكراء أقل ما يقال عن هذا الاعتداء على سيادة دولة شقيقة مسالمة، عدوان لم يراعي ما يجمع الشعبين من روابط مشتركة ويكشف حقيقة السلوك القطري. فبشكل مفاجئ أقدمت قوات قطرية في 26 من شهر أبريل عام 1986 بالهجوم على ضحال الديبل، ويعود هذا الهجوم لأسباب ودوافع عدة يتقدمه الطموح القطري التوسعي على حساب البحرين دون اكتراث لجميع الشواهد والإثباتات التي تؤكد تبعية الديبل للبحرين. ومن الدوافع أيضاً هو الاستيلاء على آبار النفط والغاز والثروة السمكية، كما أن الاعتداء بالنسبة لنظام الدوحة هو السبيل نحو تدويل النزاع الحدودي بينها وبين البحرين، وهو ما لا ترضاه البحرين ومجلس التعاون الخليجي. في يوم السبت 26 أبريل 86 قامت قطر بعدوان عسكري على الديبل دون سابق إنذار، وقد فوجئ العمال الذين يعملون في ضحال الديبل بهبوط 4 طائرات هليكوبتر ظهر يوم السبت 26 أبريل، وهبط منها جنود يصرخون بصوت مرتفع ويطلقون النار في الهواء ويأمرون هؤلاء العمال بالوقوف في صف واحد، كما حاول قارب الهروب إلا أن نيران سريعة الطلقات أصابت سطح القارب، وقد أمر الجنود القطريون العمال بالتوجه إلى زولق كبير والذي توجه بهم إلى الساحل القطري وتم وضعهم في السجن. ومن أبرز الدوافع القطرية من هجومها على فشت الديبل هو إضعاف كيان منظومة مجلس التعاون، فقد شن الهجوم أثناء تواجد عمال الشركة الهولندية التي كانت تقوم بتشييد مشروع إنشاء نقاط مراقبة تابعة لدول مجلس التعاون مهمتها رصد حركة عبور السفن وتحذيرها من أي هجمات محتملة. المشروع في الديبل يأتي وفق تصور عسكري ينسجم مع نظرة اللجنة العسكرية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. هناك موظف في شركة التي كانت تقوم ببناء هذا المنشأة في ضحال الديبل في شركة بلاس نيدام الهولندية قال إن المنشأة التي تقوم البحرين ببنائها هي عبارة عن مركز لاستطلاع السفن في الخليج العربي لبلاقها بالهجمات المحتملة من قبل إيران، وأن المحطة يجري بنائها بموافقة مجلس التعاون الخليجي، وأن دول المجلس متكفلة بميزانية بناء مركز الاستطلاع. هذا ما يؤكد بأن قطر كانت على علم ما هي طبيعة هذه المنشأة التي تبنى في ضحال الديبل، عكس ما تم ترويجه من خلال الصحافة آنذاك بأن ما تقوم به البحرين ببناء مركز خاص لخفر السواحل البحرينية في ضحال الديبل. خروج عن الإجماع الخليجي
وعدوان عسكري مسلح مباشر أقدمت من خلاله القوات القطرية على احتجاز عمال الشركة الهولندية كرهائن لممارسة الضغط على البحرين التي اختارت سياسة ضبط النفس احتراماً وتقديراً لمساعي الوساطة السعودية التي سعت قطر لتغويضها بشتى الطرق. أما إذا أنت تسأل عن حل ودي عبر الوسيط، وهو الوسيط الذي كلف من قبل مجلس التعاون الخليجي بمتابعة هذا الموضوع وهو أعني المملكة العربية السعودية، أعتقد أن الموضوع ليس بالسهولة التي يتصورها شعوب مجلس التعاون الخليجي. الموضوع معقد. عسكرة الخلافات السياسية كذلك قد يغري أكثر من طرف خارجي بالتدخل في الشأن الخليجي، وهذا ما حدث من خلال غزو أو العدوان القطري على بحار الليبي 1986. وجدنا التدخل يعني مقبولاً ومدعوماً سياسياً ومعنوياً وإعلامياً من قبل إيران. هذا العدوان الآثم والجائر هو حلقة من مسلسل التجاوزات القطرية بحق أمن واستقرار الخليج العربي، وعقدة أخرى من العقد القطرية التاريخية التي لا حصر لها.